السلام عليكم. اليوم ان شاء الله بغيت ندير لكم واحد الملاقيه. هذه الملاقيه مختلفه بزاف على بزاف الملاقيات انا كنت درتهم لكم في الاول. هذه الملاقيه هذه غنديروها بالعقيق الكبير، هذا الكريستال الفري، هذا النمره 6. غنديروها تجي على شكل غورميت، هي ماشي غورميت ولكن شبيهه بالغورميت ديال الكروشي اولا الغورميت لي براندا، كيجي الشكل ديالها زوين بزاف. غنحتاجوا لهاد الملاقيه هادي. اولا غنحتاجوا قلع، هاد القلع راه سبق ليا وريتكم كيفاش غتصايبوه بحال هاد الانواع ديال القع، كيبقى محافظ لينا على الملاقيات هكايا بهاد الاشكال هادو. هاد الملاقيات هادو راه سبق ليا هما ودرت لهم فيديو خاص. دابا غنجيبو عاوتاني واحد القلع اللي غنديروا فيه عاوتاني الملاقيه من هنايا. هاد الملاقيه غنحتاجوا لها كروشي، الكروشي النمره 12. بزاف ديال الاخوات يقول لي اش من كروشي باش كتخدمي، انا ولات كنخدم بالكروشي 12 ولكن نتوما الا كنتو كتخدموا بشي كروشي النمره 10 اولا النمره 11 كيجيكم في الخدمه في يديكم، من الاحسن تبقاو تخدموا به. غير هو المهم تخدموا بالحاجه اللي كتليق لكم في يديكم وكتقنعوا بها الخدمه. وغنحتاجوا الحرير. بالنسبه للحرير هذا كنخدم انا من الكسبه مباشره، الحرير على 4 ديال الشعرات كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. والحب بالنسبه للحرير مبروم انا كنخدم به قليل على حسب الطلب، الا جات شي كليانه وقالت لك خدمي لي بحرير مبروم ضروري كيكون الثمن ديالو زايد. وغنحتاجو هنايا مقص، ضروري مقص باش نبقاو نقطعو الخيط ديالنا اولا نفينيو به. ضروري تابعوا معايا ان شاء الله الطريقه كيفاش نديرو هاد الملاقيه هادي. من بعد ما حزمنا الخيط كما كتشوفوا على هاد الشكل هذا، ضروري فوق الحزمه غندير غرزه حشو باش ديك الحزمه كترجع لينا في الظهر صافي. وغنجيب الطرف الاخر غنقادو لي نفرض بان هذا هو الطول ديال الجلابه اولا ديال القفطان ديالنا. وغندير عاوتاني، نسيت ما درت هنايا واحد جوج، وديك السلسله الاولى هي ثلاثه سلسله كما شفتوا. وغندير غرزه حشو، غنعاود ندير غرزه حشو حداها وغادي نفتح الخدمه ديالي على الشكل هذا. وغادي ندير 4 ديال غرز نصف عمود. درنا غرزة نصف عمود الأولى، غرزة نصف عمود الثانية، وغرزة نصف عمود الثالثة، وغرزة نصف عمود الرابعة على الشكل. هذه هي البداية ديال الملاقية. غنجيو هنا غنديرو غرزة حشو على هذا الشكل هذا. غنجبدو هاد العوينة هذه ديالنا وغادي نجيبو العقيق وغادي نخرجو داك الخيط من العقيقه ديالنا على هذا الشكل هذا. وغنمشيو مباشره للطرف الاخر، نخليو غير واحد لي سباس قليل على هذا الشكل هذا كما شفتوا. ها هي غنعاودو نديرو عاوتاني حداها غرزه حشو على هذا الشكل هذا. وغنفتحو عاوتاني الخدمه ديالنا. دابا اش غادي نديرو؟ غنديرو الخيط تاع الكروشي وغادي نجيو هنا في هذا الفراغ هذا وغادي نديرو غرزه نصف عمود. هاي الاولى غنديرو عاوتاني واحد جوج ثلاثة، وغادي نجيو هنا وغنديرو عاوتاني غرزة نصف عمود في الفراغ الثاني في هاد القناة ديال العقيقة، غرزة نصف عمود كما قلت على هاد الشكل هذا. وغنجي هنا وغادي ندير غرزة حشو على هاد الشكل هذا. دابا غندور الخدمة ديالي وغندير هنا في هاد الثلاثه سلسله غادي ندير هنا غندير غير غرز حشو. غندير 4 ديال غرز حشو، غرزه حشو الاولى، غرزه حشو الثانيه، غرزه حشو الثالثه، وغرزه حشو الرابعه. ملي درنا غرزه حشو الرابعه غنجيو هنا في هاد الجنب هذا وغادي نديرو غرزة حشو وغنزيدو حداها عاوتاني وغادي نديرو غرزة قلتليكم غنديرو هنا غرزة حشو هاد الشكل وغنديرو عاوتاني حداها غرزة حشو على الشكل. وغندورو عاوتاني الخدمة ديالنا. هاد الخدمة هادي كتبغي شوية ديال الانتباه. دابا حاجة مهمة اللي غادي نديرو، غنلويو الخيط على الكروشي وغنشدو هادوك 4 ديال غرز حشو اللي درنا حنا، غادي نشدهم وغادي نجمعوهم بغرزة نصف عمود. غنديرو واحد غرزة نصف عمود، ثانية عاوتاني غرزة نصف عمود، ثالثة عاوتاني غرزة
نصف عمود، والرابعة عاوتاني غرزة نصف عمود. كما كتشوفوا هاد الخديمة هادي كتجي على شكل غورميت. غنخليو عاوتاني هاد غرزة نصف عمود، كنخليو واحد شوية ديال سباس ما بين هاد غرزة حشو، ونديرو غرزة حشو واحدة أخرى. عاوتاني غنزيدو ونديرو غرزة حشو واحدة أخرى باش نخلي نطلعو واحد شوية، نخليو البلاصة العقيقة ما تجيناش مبغوجة شوية. غنجبدو عاوتاني هاد العوينة هادي وغادي نجيبو عقيقة باش نعاودو واحدة أخرى عاوتاني باش تفهموني أكثر. كنتمنى الشرح ديالي يكون واضح. غنجبدو عاوتاني هاد العقيقة وغادي ندورو الخدمة ديالنا، وغنجيو لهاد الجهة هنا. غنخليو تقريبا واحد جوج غرز حشو حيت هاد العقيقة راه النمرة 6 كيكون شوية كبير كيما شفتو. غنديرو هنايا غرزة حشو حداها عاوتاني، غنديرو غرزة حشو. دابا غنفتحو الخدمة ديالنا على هاد الشكل هذا. غنديرو غرزة نصف عمود، غنجمعو هادو، غنديرو غرزة نصف عمود على هاد الشكل هذا. غنديرو عاوتاني واحد جوج ثلاثة، وغنديرو عاوتاني غرزة نصف عمود. غنجيو هنا في هاد الجنب ديال العقيقة عاوتاني غنهزوه، تا هو غنديرو فيه غرزة نصف عمود. خديمة سهلة وبسيطة. ملي هزينا هذا هي، غنجيو هنا غنديرو غرزة حشو على هاد الشكل هذا. هاي غرزة حشو، غنعاودو عاوتاني حداها غرزة حشو. غندور عاوتاني الخدمة ديالنا، وهادوك ثلاثة سلسلة اللي حنا درنا غادي نعمروهم بربعة ديال الغرز حشو. واحد جوج ثلاثة ربعة، هاهم ربعة ديال الغرز حشو. ملي درناهم غنمشيو مباشرة هنا غنديرو غرزة حشو على هاد الشكل هذا. مباشرة عاوتاني فوق منها غرزة حشو وحدة أخرى، وغندورو عاوتاني الخدمة ديالنا وغادي نفتحوها. دابا اشنو غادي نديرو؟ غنلويو الخيط على الكروشي وغادي نجمعو هاد غرز حشو هادو، غنجمعوهم غنخدمو فوق منهم غرزة نصف عمود. كيما شتو ها الغرزة الأولى نصف عمود، ها الغرزة الثانية نصف عمود، والغرزة الثالثة تاهي نصف عمود نصف عمود، والغرزة الرابعة تاهي نصف عمود على هذا الشكل. وغنجيو مباشرة عاوتاني هنا وغنديرو غرزة حشو. كما شفتو هاي الخدمة ديالنا اولا الملاقية ديالنا على شكل غورميت، كي كتجي سهلة وخفيفة وفي نفس الوقت بسيطة. ملي درنا هنا غرزة حشو غنزيدو عاوتاني غنديرو غرزة حشو فوق منها على هذا الشكل هذا، ونجبدو هاد العوينة هادي ديالنا، ونجيبو دابا عاوتاني عقيقة وغادي نعاودو الخدمة. غنجبدو هاد العقيقة هادي وغنمشيو مباشرة للطرف الآخر على هاد الشكل هذا. نخلي واحد كيما جوج غرز حشو وغنشدو في الثوب، غنديرو غرزة حشو على هاد الشكل هذا. مباشرة فوق منها عاوتاني غرزة حشو وحدة أخرى. غندورو دابا الخدمة ديالنا وغادي نفتحوها. كيما شفتو غنلويو الخيط ديالنا وغنجيو هنا في هاد الفراغ، وغادي نديرو غرزة نصف عمود. غنديرو عاوتاني واحد جوج ثلاثة، وغنلويو عاوتاني الخيط ديالنا وغنجيو هنا في الجنب ديال العقيقة، وغنديرو عاوتاني غرزة نصف عمود على هاد الشكل هذا. وغنجيو عاوتاني في هاد الجنب اللي هنايا وغادي نديرو غرزة حشو على هاد الشكل هذا، ونزيدو عاوتاني غرزة حشو وحده اخرى فوق منها. دابا درنا جوج غرز حشو، غندورو الخدمة ديالنا وغادي نعمرو هنا في هاد الثلاثة سلسلة. غنعمرو ربعة ديال الغرز حشو، واحد ها جوج ها ثلاثة ها أربعة، أربعة ديال غرز حشو. غنشدو مباشرة هنا في الثوب، غنديرو غرزة حشو في الثوب، غنعاودو مباشرة فوق منها غرزة حشو. دابا غندورو الخدمة ديالنا وغادي نفتحوها على هاد الشكل هذا. دابا هنا درنا غرز حشو ربعة، دابا غنبداو نعمرو فوق منهم بغرزة نصف عمود باش تجينا على شكل غورميت.
غنجمعوهم بحالكم بغرزه نصف عمود. هالغرزه الاولى غنعاودو عاوتاني الغرزه الثانيه، غنعاودو عاوتاني الغرزه الثالثه، غنعاودو عاوتاني الغرزه الرابعه. واش كتجينا هاد الخدمه شي شويه غليظه وباينه؟ صافي سالينا عمرنا ربعة، غنجيب عاوتاني هنا في القنت وغادي نديرو غرزة حشو. غنعاودو عاوتاني مباشرة فوق منها غرزة حشو باش نديرو العقيقة. غنوريكم دابا الخدمة ديالنا كيما كتجي. كيما كتشوفو هاهي كتجي على شكل كورميط بالكروشي مع العقيق الكبير اللي هويا النمرة ستة بالكريستال. كتجي زوينة بزاف للناس اللي كيبغيو شوية تكون الخدمة شي شوية باينة، أنا كنصحهم بهادي. كيجي الشكل ديالها سامبل خفيف وفي نفس الوقت زوين وسهلة ودغيا كطلع. أي حاجة فيها العقيق والكروشي ما تخافوش منها، كتجي سهلة. كما قلت لكم غنجبدو عاوتاني هاد الغريزة هادي، من هنا غتبقاو ديروا العقيق صافي، وغتبقاو غاديين مستمرين حتى كتكملوا الملاقية ديالكم هبطة ديال الجلابة أو القفطان. الملاقيه ديالنا هي من بعد ما كملناها كما قلت لكم درناها بهذا العقيق الكبير اللي هو النمره 6، هذا راه الكريستال فريم. كيجي الشكل ديالو زوين وكيبقى في اللمعان ديالو دائما. ملاقيه على شكل غورميت، عقيقه على شكل غورميت، كيجي ساهل وبسيط. بزاف ديال الاخوات قالك دير لنا ملاقيه الغورميت، انا بغيت نغير فيها شويه وندير فيها بزاف ديال ندير فيها الافكار ديالي انا كما كتفكرت فيها وكما عجبتني وطبقتها لكم ان شاء الله. كنتمنى تعجبكم. اسبق لي درت لكم هاد الملاقيات كما كتشوفوا، هاد الملاقيه هي بالعقيق الكبير النمره 6، درت فيها جوج الوان ودرت سبق لي درت نفس هذيك الملاقيه النيت، هي غير بلون واحد. ملاقيات اللي هما سامبل خفاف وبساط، وهذه زدت فيها هنا زدت كبرتها واحد شويه. مربنا اللي كيبغي الخدمه اللي يجي شويه باينه في الهبطه وداك الشيء تجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى تعجبكم ان شاء الله وتطبقوها في لي موديل ديالكم. وما تنساوش الرقم الواتساب ديالي راه في صندوق الوصف لاي اسئله او استفسار. اما اللي بغات تخدم تصل بيا مباشره، مرحبا بها. بسلام عليكم.